كابتن لوبا محمد الحلو، اولا بحييكي طبعا على الشو الهايل، برافو عليكي. العيله الحلوه من المؤسسين ومن اهم مؤسسي كمان السيرك في مصر ابا عن جد، فكل ما شاء الله الاحفاد حتى يعني متدربين كويس جدا جدا على اصعب الفقرات اللي موجوده هنا في السيرك القومي وفي عدد كمان من الاماكن اللي موجوده في مصر. ومعانا طبعا ضيفتنا كيارا، النجمه الفنانه كيارا. كيارا اول اسد ابيض في مصر. مصر في مصر، وطبعا ده بيعتبر من اغلى واندر بالظبط، ومن الاسود كمان النادره جدا اللي موجوده في العالم كله. برحب بيكي حبيبتي، مرسي شرفتيني. كيارا عندها قد ايه الاول؟ كيارا عندها 5 سنين. انت كلهم ربيهم عندك في البيت؟ في البيت، مولودين عندي ومتربيين عندي. هي وكنزي صغيره، كنزي اسد صغنون ابيض. لا برضو هي اسمها جومانا. لا انا عندي كيارا وعندي كوين وعندي بشرة وعندي لوبا سوري وعندي شمس نو كيارا كيارا ستوب. عندك كيندا وعندك لا عندي كوين وعندي كيارا وعندي بشرة وعندي شمس وعندي لوبا 2. عندك لوبا بسميها على اسمك؟ لا بابا سمى مامته وانا سميت واحدة من الصغنانين. كلهم عندك في البيت؟ دول اتربوا عندي في البيت، بس بعد كده جبتهم السيرك لما كبروا. طبعا هم يعني احنا ما ينفعش نقرب من كيارا، هي عشان لا هي ممكن تقربي من كيارا بعد، بس انت تعرفيها، تعرفيها اكتر، تعرفيها اكتر واحسن. هي دلوقتي طيب لسه مستغربه النهار. الترويض بقى بيكون ازاي؟ يعني ازاي بتروضي اسد، حيوان مفترس، مفروض ان احنا يعني مفترس بنخاف منه، ازاي بيتم ترويضه؟ لا كيارا او اي اسد مستأنس بتبقي بتربيه على ايدك، فبتحفظي شخصيته وبتعرفي تشكليها زي ما انت عايزه. انا شفت كمان قبل ما تدخلي الستيج بتبصي على الاسود كلها، بتبصي على حالتها النفسيه. ليه بقى؟ لازم اشوف لو في حد تعبان، في حد مش في المود بتاعه. هو واضح ان كيارا متضايقه مننا. عايزين نلعب. لا هي عايزه تلعب طبعا، هي القعده دي بالنسبه لها صعبه. هو 5 سنين كده مراهق بقى ولا طفل ولا شباب؟ لا لا ولا لا هي كده بنلعب. احنا كيارا جميله، بتركب العربيه وبتطلع بتصور مع الولاد مع الاطفال. انا كانت عايشه في بيتي لحد 2 أو 3 سنين. الترويض بقى بيكون ازاي؟ اشرح لنا الترويض. الترويض اوكي، احنا بندربهم من هم عندهم سنه، بيدخلوا القفص بيبداوا يعرفوا اسمهم، بيبداوا يعرفوا الكرسي بتاعهم. بنبدا بقى ان احنا نعود ان احنا نحفظ وان احنا نبقى مؤدبين، ما نلعبش بايدينا، ما نتعاملش ببقنا. بس ويبدا بقى التدريب في هو سنتين. هو دلوقتي حالته اخبارها ايه؟ يعني هي مستغربه بس لا هي مستغربه مش عايزين نزعلها، هي خلاص كانت نامت واحنا صحيناها. لا بقى يعني ما احنا اسفين يا كيارا. بس يعني استحاله بيكون ستوب كيارا ستوب. ماشي ستوب كيارا ستوب كيارا ستوب كيارا ستوب. يفهم انت بالانجلش كل المصطلحات؟ في حاجات وحاجات. اوكي الترويض بتطلع. بس الترويض صعب، بيحتاج وقت. طبعا بياخد وقت كبير، يعني ما عدا ما الاسد ينضج شكلا وشخصيه وطبع فبياخد طبعا وقت كبير. سيت يلا كيارا عودي. طيب ايه اكتر الحاجات اللي بتدربيهم عليها؟ بتدربيهم على ايه؟ ان هم يبقوا مؤدبين ويسمعوا الكلام. زي كيارا كده تسمعي لا كيارا تعمل ايه ازاي؟ نو كيارا. طب انا بصي انت بصي شافت بابا، بصي شافت بابا. هي هنا شافت بابا. شافت باباكي ربنا يرحمه يا رب. طبعا محمد الحلو ربنا يرحمه يا رب ويعني ويحسن اليه.